أصبحنا وأصبح الملك لله، وعلى بركة الله نبتدي معاكم مشاهدينا يوم جديد وبداية أسبوع إن شاء الله تكون خير علينا وعليكم. ودائما مع بداية كل صباح حلو إن الواحد يرتب أسبوعه، يرتب جدوله، يحط أولويات إنه هو ينجزها علشان فعلا يكون قادر على نهاية الأسبوع إنه هو يحس بالسعادة لما يكون أنجز اللي عليه. فوين ما كنتم متابعونا صباحكم إن شاء الله دائما يكون جميل مليء بالطاقة والإنجاز والأهم الابتسامة. صباح الخير من جديد والصباح الخير فيصل. يسعد لي صباح الشوق، مثل ما ذكرتي نصبح على المشاهدين الكرام بكل خير ونقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في الضحى. هذا البرنامج اللي نسلط الضوء فيه على العديد من الفعاليات مشاهدينا الكرام اللي تهم شريحة كبيرة من المجتمع. صباح الإنجازات مشاهدينا الكرام، صباح الخطط اللي هي تبدأ بخطوة واحدة منك، عليك أن أنت تبادر تحط مخططاتك وأيضاً تسعى لها. دائماً في بعض الأمور الواحد ممكن يواجه صعوبات، يواجه أشخاص قد يحبطون من هذه الإنجازات أو يقللون من مدى أهمية هذا الإنجاز للشخص نفسه. صح. فعلى الواحد أنه دائماً يستمر في دفع نفسه إلى الأمام، وأيضاً يستمر في تقديم كل ما يحس أنه هذا الشيء له عائد كبير له في المستقبل. فعلاً يعني إحنا لو نتكلم عن الناس اللي حولنا ما راح نحصل الكل راح يكون داعمنا، راح يكون في الزين وفي الشين، في الشخص اللي ياخذ بيدك وفي الشخص اللي بالعكس بيقول لك ليش وشلون وما له داعي مستحيل تصير. لكن بذكائك أنت لازم تعرف شلون بالعكس تاخذ من هذه الطاقات وانك انت فعلا تنجز الشيء اللي تبيه. دائما يقول لك بشكل عام اذا بغيت مثلا تسوي اي شيء، تسوي اي مشروع، حط في بالك كذا نقطه، شلون راح تسوي هذا المشروع؟ دائما حط خلينا نقول نوت علشان تقدر تعرف انت وين وصلت، دائما قيم خطواتك، شوف اذا انت مثلا خلينا نقول عندك مثلا تبي تفتح مشروع مثلا. علشان تفتح المشروع لازم طبعا تدرس الحاله، تدرس السوق، تعرف كل شيء لين ما توصل للنقطه اللي تبيها. طيب انت علشان توصل هالمرحله في كذا خطوه مرت عليك وكذا خطوه انت مريت عليها، هني لازم تتقيم فعلا، هل تشوف ان انت قادر، هل تشوف ان انت فعلا مثلا وصلت للمرحله اللي تبيها. هني انت بذكائك يعني لابد بشكل رئيسي وبشكل اساسي اول شيء تعتمد على ذاتك وتحس انك انت قادر على هذا الشيء انك تسوي، وتبتعد نوعا ما شوي نقول عن الناس المحبطين اللي تكون في حياتك، لان هذيلا ممكن يعطوك طاقه سلبيه، ممكن يخلونك في ناس ترى يتاثرون بالضبط. في ناس يتاثرون يقول لك انا ما خلاص مثلا قال لي انه لا ما اقدر صعب كذي خلاص يتم في باله الفكره يقول لك انا ما راح انجز. وفي بعضهم الهدف من وراء احباطهم للشخص اللي هو قد تكون حقد او غيرة. قد تكون غيره، عده امور وعده اشياء ترتب عليها هذه الهجمات المضاده على الشخص نفسه. مثل ما انت قلتي ذكرتي كم من نقطه جدا جميله على الواحد انه دائما يسال، دائما يسعى، مو بعيب ولا هو غلط ان انت تروح تستشير الناس اللي وصلوا، اللي حققوا في انجازاتهم، اللي فتحوا مشاريع، اللي وصلوا اعلى المراتب مثلا في مجال معين انت حاب تتبعه، في مجال الفن، في مجال الاعلام، في مجال الموسيقى، في مجال عده مجالات كبيره وكثيره، وبتلاقي اكيد الشخص اللي راح يفيدك. وإذا ما قدرت تلاقي من البيئة اللي أنت فيها تقدر تلجأ للإنترنت والسوشيال ميديا، هذه هي عبارة عن سلاح ذو حدين مشاهدين كرام. أنت تقدر تستخدم هذه الأمور كلها أن أنت تنمي من مهاراتك، تحقق إنجازاتك، وأيضا تقدم كل ما هو مفيد لك ولمجتمعك ولعائلتك. فعلا يعني الواحد بالبداية وبالنهاية هو المسؤول عن ذاته، هو المسؤول عن إنجازاته، هو المسؤول حتى عن خطواته اللي يتخذها. يمكن احنا شفنا كثير من الأمثلة، كثير من الشخصيات اليوم احنا قاعد نشوفها ملهمة، بداية قصتهم كانت يمكن فيها معاناة، بداية قصتهم البعض كان يعتقد أنها فشل، لكن هم نفسهم يقول لك هذا مو فشل، هذا الشيء هو اللي صنعنا، هذه المحاولة، هذه يمكن الوقوع اللي صار هو اللي صنعهم اليوم وخلاهم فعلا يكونون أشخاص مؤثرين. إذا البداية والنهاية والعبرة أن أنت الشخص الوحيد اللي قادر تأثر على نفسك، أولا القادر على أنك تأثر على الآخرين، والقادر على أنك تتخذ خطوة وتنجز أي إنجاز كان إذا فعلا كان في إصرار وإذا كنت فعلا تثق في داخلك. بالإضافة إلى ذلك يعني يمكن خلاصة الموضوع، لا تترددوا مشاهدين الكرام، حطوا مخططاتكم،
اسعوا لتنفيذها، ونتمنى لكم دائما التوفيق في تحقيق ما تتمنون له، وايضا تحقيق ما تتمنون ان توصلون له يا رب العالمين. ومن هذا الجانب، من جانب اللي هو الانجازات والخطط وغيرها من هذه الامور، طبعا وزاره الصحه والمؤسسات في الدوله دائما سعت مشاهدينا الكرام الى تقديم كل ما يضمن سلامة الجميع، خصوصا في خلال أزمة تفشي فيروس كورونا. فتم شن ووضع الحملات التوعوية وأيضا الإجراءات الاحترازية اللي هدفها الأساسي تضمن سلامة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. طبعا يمكن مشاهدين الكرام بنشوف وياكم هذا التقرير اللي سلط فيه الضوء أكثر على إنجازات وأيضا على الدور الإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية والأسواق من خلال هذا التقرير، ولنعود نستكمل البرنامج في طرح. لأن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو السبيل الوحيد لمكافحة جائحة كورونا، لا يزال التشدد في تطبيق هذه الإجراءات داخل المجمعات التجارية مستمر للحفاظ على التقدم الذي حققته دولة قطر. الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة القطرية مستمرة منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة تخفيف القيود التي فرضت على العديد من الأنشطة التجارية، ويأتي على رأسها ارتداء الكمامة والتباعد بين الأشخاص. وسمح للمحلات التجارية والمطاعم داخل المولات بالعمل، لكن بتحديد عدد الأشخاص المسموح استقبالهم وفقاً لمساحة المتجر الذي تحدد على أساسه القدرة الاستيعابية. كما يفرض على المجمعات التجارية عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، إذ يسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، مع التأكيد على ضرورة قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل. إجراءات كثيرة أخرى فرضتها وزارة الصحة تصب في صالح الحفاظ على المكاسب التي حققتها الدولة من الإغلاقات التي فرضت سابقاً، وضمان الوصول إلى المناعة المجتمعية. صباحكم سعيد مشاهدينا من جديد، ودائما صباحكم بعيد عن الأنانية. أنا يمكن دائما في كل مرة أقول فعلا هذه الجائحة ما تحتاج أنانية. إذا حسيت ولو 1% أنك أنت مثلا تعبان ولا شيء، حاول أنك أنت تروح تفحص، أو حاول أنك أنت تحجر نفسك بعيدا عن الناس، بعيدا حتى عن أهلك. لأن يعني إحنا نرجع نقول الموضوع، الواحد ما يخاف فقط اليوم على نفسه، يخاف على الناس اللي حوله، سواء كانوا كبار في السن، سواء كانت عندهم أمراض مزمنة. الواحد لابد دائما يفكر بهذه الطريقة، لأن سلامة أكيد سلامتنا من سلامة المجتمع. وطبعا نتمنى الشفاء لكل شخص، سواء كان مريض حاليا في كورونا أو أي مرض كان، إن شاء الله نتمنى لكم طبعا الشفاء العاجل. هذا من جانب. من جانب آخر أكيد مشاهدينا لابد تكون لنا جولة في أهم الصحف المحلية، نتعرف على أهم الإنجازات وأهم الأمور اللي لها علاقة أيضا يمكن بأخبار البلد، أو أيضا يمكن لها علاقة بالفعاليات، وتحديدا يمكن أيضا لها شيء علاقة بكورونا، خصوصا أن اليوم الرياضي طبعا موجود إن شاء الله. فأكيد في أشياء كثيرة راح نتعرف عليها من خلال الجولة الصباحية. ننتقل مباشرة من استوديو برنامج في الضحى إلى غرفة الأخبار مع زميلتنا نادين البطار، وصباحة إن شاء الله دائما وأبدا سعيد. صباح النور شوق وفيصل، صباح الخير لكل مشاهدين عبر شاشة تلفزيون قطر. مع بداية هذا الأسبوع طبعا نتمنى يكون أسبوعا مليء طبعا بالإنجازات لكل مشاهدينا وكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون قطر. وطبعا هذه جولة نصحبكم معنا في طبعا ونتجول بين صحفنا المحلية اليومية، والبداية راح تكون مع صحيفة الراية. وتسويق 19 مليون كيلو من الخضروات المحلية.
أعلنت شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، إحدى الشركات التابعة لحصاد، عن نجاحها في تسويق نحو 3.5 مليون كيلو من الخضروات المنتجة محليا في السوق القطري، وذلك خلال شهر يناير 2021. وتمثل هذه النسبة 3 أضعاف ما تم تسويقه من الخضروات في نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه صرح المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: يسرنا أن نعلن عن تمكن شركة محاصيل من مضاعفة نسبة تسويق الخضروات المحلية خلال شهر يناير من العام الحالي ب3 أضعاف عن نسبة شهر يناير 2020، ما يدل على نجاح الشركة في إبراز القيمة المضافة للمنتج المحلي. يذكر أن شركة محاصيل تقوم حاليا بتسويق أكثر من 30 صنف من الخضروات من خلال 95 منفذا للبيع في كبرى المجمعات الاستهلاكية في الدولة. ويذكر أيضا أن أكثر من 350 مزرعة محلية منتجة قامت بالتسجيل مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها الشركة. ننطلق الآن إلى صحيفة الوطن: والقطرية تختبر جواز السفر الرقمي الصحي. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أنه باشر اختبارات جواز السفر الرقمي الصحي بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، تمهيدا لبدء اعتماد الناقل الوطني لدولة قطر للجواز في مرحلته الأولى اعتبارا من مارس المقبل. وستلعب هذه التجربة دورا مهما في الرؤية التي تنتهجها شركات الطيران، بحيث تمكن المسافرين من الحصول على تجربة سفر خالية من التلامس بشكل أكبر وأكثر أمنا وسلاسة. ستبدأ المرحلة الأولى من تجربة تطبيق جواز السفر الرقمي على رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة واسطنبول، على يتم التوسع باستخدام الجواز في وجهات جديدة لاحقا. ويعتبر الجواز تطبيق رقمي بمثابة جواز سفر صحي يخزن نتائج اختبارات فيروس كورونا ومعلومات التطعيمات على الهواتف المحمولة الخاصة بالمسافرين. سيعمل الجواز على تسهيل عملية مشاركة شهادة الاختبار لفيروس كورونا والتحقق من كون اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، إلى جانب إدارة جميع الوثائق بصورة رقمية سريعة ومشاركة حالة مؤهل للسفر الخاصة بكل مسافر مع الأطراف المعنية، وذلك قبل وصول المسافرين إلى المطار. إذن يعني طريقة سهلة جدا وآمنة، وسيتم تطبيقها. طبعا البداية كانت بين الدوحة واسطنبول، وهذا جواز سفر رقمي صحي. طبعا يمكنكم تحميل التطبيق الذي سيتوافر بشكل مجاني على جميع الأجهزة الذكية، ويمكن الدخول إلى البرنامج والتقاط صورة حية السيلفي من خلال الهاتف الذكي للتحقق من الهوية، وأيضا القيام بعملية مسح للبيانات الموجودة على الخطين في الجزء السفلي من صفحة صورة جواز السفر. وسيكون هناك باركود، وأيضا يتوجب على صاحب الجواز أن يحمل أو يحمل جوازه خلال عملية التسجيل، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الجواز أصليا ولم يتم العبث به أو تغيير المكتوب فيه. ننتقل الآن إلى خبر ثالث من صحيفة الشرق: ومؤسسة قطر تطلق مبادرة لدعم الشباب الموهوبين. أطلقت مؤسسة قطر مبادرة تهدف إلى تحديد ودعم احتياجات الطلاب الشباب الموهوبين في قطر. وسيدعم مركز جونز هوبكنز للشباب الموهوبين البرنامج الذي يحمل عنوان برامج إثراء الموهوبين في مؤسسة قطر. سيقدم برامج إثراء الموهوبين في مؤسسة قطر دورات إثراء تفاعلية عبر الإنترنت تم تطويرها تقديمها من قبل مدربين وخبراء في مركز جونز هوبكنز للشباب الموهوبين لتحديد المتعلمين الموهوبين، ومن المقرر انطلاقه في 6 فبراير إلى 10 أبريل. سيكون خبراء التعليم الموهوبون في مؤسسة قطر على استعداد لدعم الطلاب من خلال ورش عمل شخصية تلتزم بإجراءات السلامة الخاصة بفيروس كوفيد-19. ستقام في أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تندرج تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. إذن هذه المبادرة، مبادرة دعم الشباب الموهوبين، هي جزء من اتفاقية أوسع تهدف إلى دعم طبعا وتطوير برامج إثراء الموهوبين
التابع لمؤسسة قطر، هو جهد طبعا يهدف إلى خدمة المدارس وأيضا الأسر في جميع أنحاء البلاد للحصول على الدعم لطلابهم الموهوبين، وبما في ذلك البرنامج الصيفي أيضا للمقرر إطلاقه في نهاية يونيو من عام 2021. ننتقل الآن إلى صحيفة لوسيل مع خبرنا الرابع وحمد الطبية، تقدم رعاية مخصصة لصحة الفم عند كبار السن. تقوم كل من إدارتي خدمة الأسنان والرعاية المطولة لأمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية بتوفير رعاية صحية للفم لكبار السن الذين قد لا يكونون قادرين على الاهتمام بصحة الفم لديهم. يشير خبراء الأسنان حول العالم إلى الأهمية الكبيرة لصحة الفم والأسنان لتأثيرها على الصحة العامة، خاصة عند التقدم في السن، كما يحث أخصائيو الصحة على نشر التوعية بين الجمهور بأهمية الرعاية الصحية الجيدة للفم للجميع، تحديدا كبار السن المصابون بالأمراض المزمنة والأمراض التي قد تعيق قدرتهم على الاعتناء بصحة الفم كالألزهايمر والخرف. يوضح الدكتور غانم المناعي رئيس خدمات الأسنان بمؤسسة حمد الطبية التوسعة التي أجريت على خدمات الرعاية الصحية للأسنان لكبار السن على مدار السنوات الماضية. أيضا يعني الرعاية المخصصة في الأسنان لمرضى الرعاية المطولة في المرافق طبعا الخاصة تشمل أيضا في مؤسسة طبعا حمد الطبية منذ عدة سنوات أضافوا خدمات لمرضى الرعاية المنزلية منذ عام تقريبا، ويجرى حاليا التخطيط لمزيد من التحسينات على الخدمات المقدمة. وفي كثير من الأحيان يعاني الأشخاص المصابون بنوع من الخرف مثل مرض الألزهايمر من حالات تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وهم من أكثر الفئات المعرضة حقيقة لخطر الإصابة بهذه الحالات بين المرضى الذين يحتاجون دائما إلى رعاية خاصة. خبرنا الأخير طبعا من صحيفة العرب وفي كتارة بمناسبة اليوم الرياضي، اليوم معرض قدامى لاعبي الوكرة والخور. يفتتح تحت رعاية الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا اليوم الأحد بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف يوم الثلاثاء معرض قدام اللاعبين بناديي الوكرة والخور في الساعة 10 صباحا بالقاعة رقم 18 في الحي الثقافي كتارة الذي تقيمه لجنة قدام اللاعبين بالاتحاد القطري لكرة القدم للعام السادس على التوالي، بعد المعارض التي أقيمت لقدام نجوم نادي ريان والسد والعربي والأهلي ونادي قطر العام الماضي. يضم المعرض هذا العام أربعة نجوم من نادي الخور هم سعيد المسند، محمد مبارك المهندي، خميس مبارك المهندي، وأحمد لحدان المهندي. طبعا يضم جناح نادي الوكر الرياضي حسن القادي وحسن علي شيب ومبارك سالم وجاسم تميم وخليل المزروعي، وأيضا قد تم توجيه من خلال رئيس لجنة قدام اللاعبين الشكر للناديين اللي هم الخور والوكرة للاعبين أو على تعاونهم مع اللجنة في الإعداد للمعرض، وتحديدا كتارة هي سباقة دائما وأبدا في تقديم كل ما هو جديد مع المحافظة دائما على التراث، فيعطيهم الصحة والعافية. طبعا كانت هذه جولة حول صحفنا اليومية المحلية القطرية، وعودة الآن طبعا إلى استوديو في ضحى مع الزملاء شوق وفيصل. كل الشكر لك زميلتنا نادين على هذه الأخبار المنوعة من صحفنا المحلية. طبعا مشاهدين الكرام يمكن لاحظنا من خلال الأخبار اللي تفضلت زميلتنا نادين قالتها أن بما يخص موضوع جواز السفر، فهلا هلا التزموا بالإجراءات الاحترازية، طبقوا الإجراءات أيضا اللي وزارة الصحة دائما تنوه عليها، وأيضا احنا في شاشة تلفزيون قطر نكون حريصين على تقديم هذه التوعية اللازمة من أجل سلامة الجميع. ومن جانب آخر مشاهدين الكرام احنا تكلمنا عن صحف محلية، ننتقل وياكم إلى حالة الطقس لهذا اليوم مع اتصال هاتفي مع المتنبي الجوي عبد الرحمن السويدي يعرفنا أكثر عن حالة الطقس هذا اليوم. في البداية صباح عليك بخير بعوف، ولو تعطينا أخبار اليوم لحالة الطقس. صباح النور، بالنسبة لحالة الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة وفرصة لأمطار على بعض المناطق وبارد نسبيا ليلا. الرياح جنوبية شرقية في البداية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ظهرا. تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم ما بين 22 إلى 26 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. أما عن حالة البحر يوجد تحذير بأمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق الشمالية ورياح قوية مع أمواج عالية، حيث يكون الطقس ضائم إلى غائم جزئية من رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتحول إلى شمالية غربية مساء.
تتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 قدم، يرتفع إلى 5 قدم أحيانا على الساحل، ومن 4 إلى 7 قدم يرتفع إلى 8 قدم خلال الأمطار الرعدية داخل البحر. عليه يرجى من الصادة مقتادي البحر تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال فترة التحذير. هذا والعلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. عبد الرحمن السويدي متنبئ جوي من إدارة الأرصاد الجوية، أكيد شاكرين لك هذه المعلومات اللي قدمتها، وننوه سادة المشاهدين قبل ممارسة أي نشاط لابد أكيد من زيارة المواقع الخاصة بإدارة الأرصاد الجوية علشان دائما يكونون في حيطة وحذر، وعلشان دائما تكون رحلتهم جميلة وممتعة. هذا من جانب أكيد مشاهدينا، لكن أيضا من جانب آخر حلو أن الواحد يستمتع بهذه الأجواء، حلو أنه هو يمارس الرياضة مو عشان شيء، عشان أيضا صحته. لا نخلي مبدأ الرياضة أنه يكون فقط عشان ننزل وزن، لابد أنه هو يكون جدول ونمط في حياتنا نحن نسويه علشان صحتنا، لأن هذا راح يرجع بشكل كبير، مو الحين راح يرجع بكرة وبعد بكرة في المستقبل راح نشوف تأثيره. لذلك يمكن دائما احنا نشوف ان الجميع يحرص بشكل كبير على ان يخلي جزء الرياضة في حياته، حتى مع مرضى السرطان، لان دائما هذا الموضوع متعلق ايضا بصحتهم. هذا من جانب. ايضا تحرص الجمعية القطرية للسرطان يمكن من أول ما أنشئت تقريبا عام 1997 إلى تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للمتعايشين مع مرض السرطان. فمشاهدينا راح نتحدث أكثر عن هذا الجانب، عن الجانب اللي مرينا فيه خلال فترة كورونا. فيسعدنا تكون معنا اليوم السيدة رهف وصفي، مثقف صحي بالجمعية القطرية للسرطان. صباحك سعيد وصباح الصحة إن شاء الله. يسعد لي صباحك وسعداء بتواجد معنا في برنامج في ضحم. استاذ رهف، اذا نتكلم في البدايه عن الاجراءات الاحترازيه اللي تم تطبيقها من الجمعيه على مرضى السرطان. طبعا اكيد احنا عندنا برامج مستحدثه الحمد لله تخص لهي الفئه من المتعايشين مع السرطان لدعمهم وتمكينهم في المجتمع، فتم تفعيل مجموعة من البرامج الخاصة سواء لدعم فئة الكبار المتعايشين مع السرطان أو الأطفال المتعايشين مع السرطان، تم تفعيلها جميعها كورش افتراضية لوقايتهم من فيروس كوفيد 19، طبعا عبر برنامج جوجل ميت أو برامج زوم بيتم إشراكهم عن بعد أو من خلال جروبات الواتساب أو الاستشارات الهاتفية. نعم، يعني أستاذة رهف، إحنا يمكن ذكرنا سابقا من 1997 إلى هذه اللحظة خدمات كثيرة أمانة وجهود كثيرة تقدمونها من أجل مرضى السرطان، لكن إحنا يمكن تكلمنا عن هذه الفترة تحديدا، أتوقع يعني كان فيها كثير من الخوف، كثير من الشك، كثير من الاتصالات اللي وردت لكم، يعني إحنا يمكن حتى تناقشنا في هذا الشيء قبل الهواء، فشلون قدرتوا خلينا نقول تسيطرون نوعا ما على هذه حالة الذعر والخوف اللي صابت الناس أو المصابين بمرض السرطان من بداية الأزمة؟ طبعا أول شيء عملنا صورنا فيديو مع مختصين من المركز الوطني للعلاج وأبحاث السرطان بيتكلم عن الفيروس كورونا والسرطان. طبعا تم تطمين المتعايشين معنا المرضى والمتعافين أو ذويهم بمجموعة من النصائح اللي قدمناها من خلال الفيديوهات، من خلال ورشنا التوعوية، إنه إن شاء الله هم قادرين على التغلب على السرطان بشكل عام وبالذات في هذه الظروف الحالية. من لهم أكيد السلامة. طبعا أستاذة رهف، إذا نتكلم يعني عن مرضى السرطان الله يشافيهم إن شاء الله ويعافيهم يا رب ويقومهم بالسلامة، هم يعتبرون من أكثر الأشخاص اللي هم عرضة للإصابة، وذلك عدة عوامل منها اللي هو ضعف جهاز المناعة عندهم. فنتكلم عن شن هي النصائح اللي ممكن نقدمها لهم خلال هذه الفترة؟ طبعا أكيد نحن بنحثهم دائما على تناول الغذاء الصحي، ممارسة التمارين الرياضية أو زيادة النشاط البدني، طبعا بالرجوع للطبيب المعالج، لأنه كل مريض هي أو كل حالة متفردة، يعني بعض المرضى بيستفيدوا من تمارين معينة، بعض المرضى ممنوعين من تمارين رياضية معينة. طبعا بالإضافة للالتزام بالبيت، عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، يعني فيما يخص الجمعية، فيما يخص طلبات تقديم العلاج، يعني إحنا دائما نحكي للمريض إذا عندك أي حدا ينوب عنك أو يجي يقدم الملفات أو الأوراق المطلوبة لحتى تستفيد من هذه الخدمة إنه يبعث حدا، فأكيد بالإضافة للماسك والالتزام بالبيت قدر الإمكان. هذا مش فقط لمريض السرطان، بل حتى أتوقع الالتزام لبيتهم، لبيت الشخص يعني نفسه، علشان يكون في نوع من الوقاية، لأن احنا نرجع ونقول هو موضوع المناعة يأثر بشكل كبير، لكن نفس ما ذكرنا إن شاء الله يعني يشافي الجميع يا رب. يعني أكيد طبعا يمكن حتى أيضا لاحظنا من خلال اللقطات الأرشيفية اللي تم عرضها من قبل قليل اللي هو مدى حرصكم على تواجدكم في جميع الأماكن وجميع الفعاليات، بحيث أن تحرصون على أن الناس تكون واعية
أهمية الكشف المبكر بما يخص مرضى السرطان، لكن نحن نتكلم وياك ومع أيضا متعايشة مع مرض السرطان، معنا عبر اتصال هاتفي الأستاذة لمى الصفدي وهي متعايشة مع سرطان الثدي. فبداية نصبح عليك بالخير وسعداء بتواجدك معنا عبر الاتصال الهاتفي في برنامج في الضحى. يسعد صباحكم جميعا الأخت شوق والأخ فيصل ورهف المنورة بالشاشة. يا مرحبا، سعيدين أكيد بانضمامك لنا أكيد، وحابين نتحدث أكثر. ما رح نتكلم يعني بطاقة سلبية إن شاء الله، لا كلها إن شاء الله تكون طاقة إيجابية. رحلة العلاج شلون كانت وشلون بدأت وشلون اليوم؟ إن شاء الله. بشكل عام اكتشفت المرض بال 2016 خلال الفحص الذاتي اللي كنت أنا مصابرة عليه، وتوجهت بعد ما اكتشفت الحبة توجهت للمشفى. ففي المشفى بدوا لي بقى بالفحوصات اللازمة، وكان القرار الطبي بأنه يبدأوا بالعلاج الكيماوي لأنه نوع الورم كان عندي كتير عنيف وهاجم بقوة. فبدأنا بالعلاج الكيماوي حوالي 6 شهور، وبعد منها عملنا الجراحة، وبعد الجراحة عملنا الإشعاعي والعلاج الطبيعي. طبعاً أنا مريضة سرطان ثدي وغدد لمفاوية درجة ثالثة كنت، والحمد لله تعافيت. ما بيخفيكي في كان كتير صعوبات وكتير في آلام، بس الحمد لله بي 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 بالإيمان والثقة بالله وإنه هو اختبار، والحمد لله مرق يعني أيام صعبة وعدت الحمد لله. الحمد لله، نتمنى لك اكيد السلامه والشفاء يا رب، والله يحفظ الجميع من هذه الامراض. استاذه لما نتكلم عن التحديات والصعوبات اللي واجهتيها خلال هذه المرحله، طبعا يمكن اكتشاف مثل هذه الامراض يعني ممكن يؤثر سلبا على الصحه النفسيه للمريض، وايضا تكون نفسيا ما مش قادر يتحمل الامور اللي قاعده تصير من حوله، فشلون كانت تجربتك خلال هذا المرض؟ والله الحمد لله يعني نوعا ما. هلا صح طبعا المفاجاه كانت كثير قويه لاني بعيد جدا عن 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 استيعابي ومخي انه يكون معي سرطان، لانه ما عندي اي حدا في العائله تاريخ مثلا او اقرباء او شيء، فانا كالحاله الاولى في العائله. فتفاجأت فيها فعلا، وكان في طبعا اكيد في دموع وفي صدمه. بس على طول وقت عند الدكتوره وعم تحكي لي بعد ما عملوا لي طبعا الخزعه وقالت لي انه للاسف انه عندك كانسر وكذا، فما بيخلى الامر انه شوك كبير يعني، كانت صدمه. بس بنفس الوقت قلت لها للدكتوره شو الحل وبعدين شو الخطوه الثانيه، اعطيني اللي بده يصير بعدين، لا تخليني اوقف هون. دائما الانسان مهما في صعوبات في الحياه وتحديات، بس علينا نحن نواجهها مهما كنا خايفين. صح المرض بصراحه الاسم مخيف يعني سرطان، واو. عرفت شيء مخيف، لانه نحن بمجتمعاتنا او حتى كل المجتمعات تقريبا السرطان مقابل الموت، دائما هيك نظره الناس لها. بس طبعا الحقيقه اختلفت، انه الحقيقه الحمد لله انه الطب تطور، وكل ما الانسان قدر يكتشف المرض يعني مبكر بيكون في له فرصه عاليه جدا بالنجاه. كل ما نحن واجهنا مخاوفنا ننجح باذن الله تعالى، وبعدين بالصبر والايمان اولا واخيرا. نحن بشر وهون في الحياه نحن موجودين بالدنيا كرحله، ما بنعرف قديش بتطول وقديش بتقصر، في النهايه جايين نعمل رساله معينه في الحياه. فعلا ان شاء الله اكيد نتمنى الشفاء. يعني حلو واحد لما فعلا يسمع نفس هذه القصص، يعني الواحد نقول العبره من هذا الموضوع انه يمكن نفس ما ذكرتي انت تلقيتي الخبر، لكن الاهم من هذا كله ان انت قلتي وبعدين، يعني على طول اتخذتي الخطوه الثانيه، اتخذتي خطوه العلاج، هو هذا الاهم. مو حلو الواحد انه يتم فعلا في فتره الحزن يبقى فيها وينسى فقره او الفقره اللي بعدها اللي هي فقره العلاج، لكن اكيد حلو لما يكون في هذا الاصرار موجود. وان شاء الله اكيد نتمنى الشفاء لك وللجميع باذن الله. يعطيك العافيه لمى الصفدي متعايشه مع سرطان الثدي، شكرا اكيد لك على هذه القصه اللي قدمتيها لنا، وان شاء الله ارجع واقول يمكن نتمنى لكم دوم يا ربي تكونون بصحه
وعافيه. شاكرين لك وجودك. طبعا نستكمل مشاهدينا الكرام وياكم مع ضيفتنا استاذه رهف. يعني احنا مثل ما شفنا قصه الاستاذه لما بما يخص مرحلتها في هذا المرض، الله يشافيها ان شاء الله. هناك جزء كبير احنا ذكرنا عن الجزء اللي هو قلة المناعة، جهاز المناعة عند المصابين بمرضى السرطان، لكن هناك أيضا الجانب النفسي له دور كبير في شفاء المرضى. فنتكلم كجمعية الجمعية القطرية للسرطان، إيش قدمتوا لهالفئة من دعم نفسي؟ نعم، مثل ما بتعرفوا مفهوم الصحة مش بس غياب المرض، هي حالة من التكامل النفسي الجسدي حتى الاجتماعي، حتى أن أكون إنسان اللي هي عندي الصحة. فمن هذه الناحية أو من هذا الجانب تطرقنا لتدشين أو لاستحداث برامج الدعم غير الإكلينيكي اللي هي برامج الدعم النفسي لهذه الفئة. فالحمد لله بدأنا ببرنامج واحد، وإلى الآن عندنا مجموعة من البرامج ما يتعدى الخمس برامج. أولاً برنامج ابتسامتك حياتنا، طبعاً لدعم وتمكين فئة الكبار المتعايشين مع السرطان. برنامج عياننا ذهب لدعم وتمكين فئة الأطفال المتعايشين مع السرطان. طبعاً أنا متعافي سألهمكم بقصة، برنامج بيتم في مقابلة مجموعة من المرضى، سواء المرضى المنومين عنا في المستشفى أو لأنه فترة العلاج، بيتم مقابلتهم وكتابة مجموعة من القصص، بيتم نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. حتى حاليا نحن الحمد لله عم نتواصل مع وزارة الثقافة والفنون لتدشين هذه القصص وإعادة كتابتها الخاصة بالأطفال حتى تكون كقصص مرسومة، بالإضافة للبرنامج الأول في الشرق الأوسط اللي هو برنامج مجموعات دعم مرضى سرطان الثدي. بيتم في هذا البرنامج اللي هي استهداف مجموعة من المرضى سواء اللي تشخصوا جديد أو اللي أنهوا المرحلة الأولية من العلاج مع مجموعة من المتعافيات، حتى يتم حوار بإدارة طبعا أكيد أطباء وأعضاء من الجمعية حتى يستفيدوا من هذا الجروب. وآخر برنامج هو برنامج المناصرة لتوعية المجتمع بفئات المتعايشين مع السرطان. طبعا أنا ذكرت المتعايشين في أكثر من جانب وما عرفت فيهم. أنا كنت توني بسألك في نهاية الكلام، وبغينا نقول إحنا تطرقنا للمتعايشين. نعم. المتعايشين أكيد. إيش معنى المتعايشين؟ نعم، مع المرضى طبعاً الحمد لله إنه إحنا ركزنا على هاي الفئة المهمة من المجتمع. المتعايشين هم المرضى اللي تشخصوا جديد أو المتعافين من السرطان أو ذويهم مقدمين رعاية لهم. إحنا شوي بننسى دور الأهل، أو الناس بتنسى شو دور الأهل في دعم مرضى السرطان. طبعاً لهم الدور الأولي والمبدئي، فاستهدفنا هذه الفئة كمان بالإضافة لهم. طبعاً تم تبني مصطلح المتعايشين مع السرطان كمصطلح عالمي لإضافة نوع من التفاؤل والأمل هذه الفئة، بأنه مرض هو صح أثره طويل أو علاجه مبدئيا طويل، ولكن يمكن التعايش والتغلب عليه بالوعي بالكشف المبكر أكيد. فنسبة الشفاء بتكون جدا عالية، قد تصل إلى 98% في حالات الكشف المبكر. صحيح أكيد. فإحنا نرجع ونقول دائما نتمنى الشفاء لهم. تقريبا الجمعية القطرية للسرطان لها أكثر من 45 تقريبا دولة مستفيدة أكيد، أو شخص أيضا مستفيد، أكثر من 4000 شخص مستفيد معاهم. خلال 2020 كان لهم أكثر من 1000 شخص استفاد معاهم. فجميل لما إحنا قاعد نشوف أن أنتم اليوم رغم كورونا، رغم وجود هذه خلينا نقول الحاله، لان انتم ما شاء الله تشتغلون. احنا يمكن قاعد نشوف مواقع التواصل الاجتماعي سواء على الجانب الرياضي على الجانب الصحي، دائما موجودين، دائما حاضرين، دائما تثقفون بهذه الجوانب. فاليوم لما نتكلم عن اهميه اليوم تحديدا وجود مواقع التواصل الاجتماعي، شلون فاتكم هذا الموضوع في انكم توصلون رسائلكم الى كل الاشخاص؟ اتوقع يعني خلال هذه الفتره رسائلكم ما كانت او برامجكم ما كانت فقط لداخل قطر، أكيد. لداخل قطر وخارجها. نعم طبعا اكيد. احنا في ناس تعالجت وقدمت الجمعيه لهم دعم العلاج في قطر، حاليا في كندا، قدرنا نوصل لهم خلال البرامج الافتراضيه. نعم. لينك انا بجهزه خاص في الورشه، سواء تناولنا اي موضوع من المواضيع اللي بتهمهم بس بطرش هذا اللينك وبيقدر يدخل اينما كان. فالحمد لله يعني السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي قدرت انها تسهل عمليه التواصل لهم لهذه الفئه حتى يستفيدوا من جميع البرامج في ظل جائحه كورونا. ان شاء الله باذن الله. طبعا يمكن وصلنا وياك الى ختام فقرتنا، ففي النهايه حاب اقول ان نتمنى السلامه للجميع مرضى السرطان وايضا جميع المرضى بشكل عام. نتمنى لكم السلامه، وان شاء الله باذن الله ان انتم قدها راح تتغلبون على اي مصاعب تواجهونها، بس
طولوا بالكم، العلاج إن شاء الله بإذن الله موجود. حطوا في بالكم أن جزء أساسي اللي هو الصحة النفسية علشان الواحد يكون قادر أنه يتغلب على مثل هذه الأمور. ومن جانب آخر إحنا يعني نشكركم على الدعم المستمر اللي تقدمونه لمرضى السرطان، ونتمنى طبعا يعني إحنا مثل ما نقول دائما بنكون معاكم لتسليط الضوء على مثل هذه الأمور. كل الشكر للأستاذة رهف وصفي، مثقف صحي بالجمعية القطرية للسرطان. شكرا جزيلا. شاكرين مرة ثانية أكيد لك وجودك معنا، وأيضا نشكر الجمعية القطرية للسرطان على هذا الإنجاز اللي تقدمه بشكل دائم ومستمر. ودائما وأبدا حطوا في بالكم شغلة، إن موضوع السرطان أكيد وإن وجد هو ابتلاء، لكن إحنا شلون نتغلب على هذا الابتلاء بالصبر هو هذا الأهم. ودائما الفحص المبكر هو أهم شيء. إذا حسيتوا أن أنتم ممكن في عائلتكم في أحد موجود أو حسيتوا بأي أعراض، أبدا لا تستحون، دائما توجهوا وشوفوا، لأن فرصة طبعا العلاج تكون أفضل وأحسن بكثير إذا أنتم اكتشفتوا المرض أول بأول. أكيد طبعا إحنا ممكن تكلمنا عن هذا الجانب، لكن شوي نطلع من هذه الأجواء ننتقل وياكم مشاهدي الكرام ناخذكم في أجواء عالمية، نشوف شلون قاعدين يستخدمون الفن في الرسم على ألواح التزلج، شيء غريب وفريد من نوعه. نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير ولنعود نستكمل البرنامج شوي ضحك. أشكال فنية ساحرة وألوان زاهية تجذب الناظرين، بحيث لا تتخيل أن هذه المصابيح والأقراط والديكورات المنزلية هي عبارة عن ألواح تزلج قديمة. أرتيوم سكيتوف المتزلج الروسي الذي لم ينجح في احتراف التزلج قرر تحويل ألواح التزلج إلى أعمال يدوية خلاقة تتميز بالبساطة والذوق الرفيع. لم يتوقع سكيتوف أن تلقى أعماله رواجاً خارج مجتمع المتزلجين، لكنه وجد نفسه يصمم ويبيع تصميماته لأناس عاديين من المتحمسين لفكرة إعادة التدوير. الإبداع في الأفكار الذي ولد تلك التصاميم الجميلة أمن لسكيتوف شهرة جعلت المتزلجين في مختلف أنحاء روسيا يرسلون ألواحهم القديمة إليه ليقوم بتحويلها من خردة إلى أشكال كثيرة مفيدة صالحة للاستعمال. أسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا. خلينا نقول حلو أن يبتدي يومكم بشيء أنتم تحبون تسوونه، وأيضا حلو لما تبتدون يومكم برياضة على الأقل مثلا خلينا نقول 10 دقائق في اليوم ما راح تضر، لأن فعلا راح تحسن بشكل كبير من مزاجكم. واليوم احنا ممكن نتكلم عن الرياضة تحديدا، ان شاء الله الاسبوع القادم احنا مقبلين على يوم الرياضي. نفس ما نعرف يمكن قطر هي اول دولة تحتفي بهذا اليوم، لان فعلا مهم جدا ان الرياضة تكون شيء جزء رئيسي واساسي من روتين حياتنا. لان انا ارجع واقول الرياضة ما تتعلق فقط ان انا أنزل وزن، لا، الرياضة لها أثر بشكل كبير على الصحة. والأحلى من هذا كله فيصل اليوم لما نشوف أن اهتمام بجانب الرياضة صار بشكل واسع بشكل كبير، وما صار يقتصر فقط على فئة معينة. اليوم قمنا نشوف الكبار والصغار، قمنا نشوف كتب أيضا تعزز أكثر مفهوم هذا الجانب، جانب الرياضة. يعني احنا ذكرنا، يعني تفضلتي ذكرتي أن ثقافة الرياضة بشكل عام هي لا يعني ما تعتمد بس على التطبيق العملي، لكن
هناك في مفاهيم أخرى مشاهدين الكرام الواحد ممكن يتعمق فيها ويفهم مفهوم الرياضة من جوانب أخرى. نحن نتكلم عن هذا الجانب مشاهدين الكرام. دشن الملتقى القطري للمؤلفين مجموعة من الكتب الصادرة عن عدد من دور النشر القطرية، بينها كتابين للكاتبة الدكتورة إيمان محمد. راح نتعرف أكثر على مضمون الكتابين وإيش يحتوي. معنا الدكتورة إيمان محمد. في البداية نصبح عليك بالخير وسعداء بتواجدك معنا في برنامج في الضحك. صباح الخير. يا مرحبا. يعطيك العافية ومشاكرين وجودك معنا. بالبداية نبارك لك على الكتب طبعا اللي تم الحمد لله وطلعت خلينا نقول للنور. يعني بداية خلينا نعرف السادة المشاهدين أكثر عن الكتب، عن محتوى الكتب وعن رحلتك مع هذه الكتب. أول شيء أشكركم لاستضافتي في تلفزيون قطر في برنامج في الضحى. في البداية أحب أعرف شوي عن نفسي. اسمي إيمان محمد عبد الله أحمد بوشوارب، معلم تربية رياضية سابق بخبرة 21 سنة للعديد من المبادرات في المجال الرياضي. بالحديث عن آخر إصدارين، الكتاب الأول بعنوان ملاعب رياضية ضمن السلسلة التعليمية، هو كتاب تلويني للأطفال موجود في دار الوسيل للنشر، صدر باللغتين. الهدف منه نشر أو التعرف على ملاعب الألعاب الجماعية وملاعب ألعاب القوى بين ميدان ومضمار، مرورا بتنس الطاولة ثم وقفة في صالة الجمباز، ليتسنى للطفل أن يضع تصور ذهني للبيئة الرياضية قدر الإمكان. أما الكتاب الثاني فبعنوان مواقف أولمبية، صدر أيضا باللغتين ضمن سلسلة الثقافة الأولمبية، موجود أيضا في دار لوسيل للنشر، تضمن 13 موقف حيث أنها مواقف لا تنسى في تاريخ الأولمبياد، جمعت بين التضحية والتفاني، بين التعاون والإصرار، بين العزيمة والفرح في ظل قيم أولمبية غرست في نفوس هؤلاء الأبطال. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصراحة على هذه المقدمة للكتابين بصراحة تشوقت أن أنا أشوفهم. تشويقية المقدمة بالضبط. أنا والمواقف أحس لازم أروح بس أطلع أروح أخذه إن شاء الله. طبعا دكتورة دحين نتكلم، يعني أنت ذكرتي عن جانب رياضة وكنتي في تعليم من جانب رياضي أيضا، فمثل ما نقول اللي هو هذا الجانب شوي طاغي على حياتك، فإيش السبب؟ بداية دخولي لقسم التربية الرياضية في الجامعة كان لي حب الشديد لهذه المادة، حيث كانت في ذاك الوقت مادة تدرس ومهارة تطبق، ثم أصبحت بالنسبة لي فلسفة حياة، حيث كنت معلم تربية رياضية في الصباح ومساعد مدرب سلة في لجنة رياضة المرأة في المساء. بعد ذلك أصبحت عضو اتحاد آسيوي سلة وأيضا حكم من الدرجة الأولى في ألعاب القوى. الآن أصبحت شغفي وأنا سعيدة بممارسة هذا الشغف من خلال مشاركاتي في السوشيال ميديا، أيضا من خلال إعدادي وتأليف الكتب، حيث صدر تقريبا من 10 إلى 11 كتاب باللغتين، أيضا من خلال تقديم الورش في الثقافة الأولمبية. كذلك ممارستي للرياضة في حياتي اليومية، حيث أمارس بشكل يومي رياضة المشي والأروبكس ورياضة حمل الأثقال. نعم حلو جميل فعلا. لما احنا يمكن نرجع ونقول ان الواحد الرياضة تكون جزء رئيسي روتين أساسي في حياته، لأن احنا نرجع ونقول فوائدها كثيرة. الحلو أن نفس ما ذكرنا أنت مش فقط قاعدة تدربين أو قاعدة تقدمين مثلا رسالة فقط أن مثلا الكبار أو أن مثلا تمرين معين، أنت قاعدة تقدمين مضمون، قاعدة تقدمين شيء يستفيدون منه أجيال كثيرة. فاليوم أن أنت تخاطبين الطفل، احنا يمكن دائما نقول مخاطبة الطفل من أصعب الأمور اللي تواجه أي كاتب أي فنان أي عمل يقدم للطفل يكون صعب. فاليوم شلون قدرتي توصلين للطفل؟ شلون قدرتي فعلا تخاطبين الطفل؟ خاطبت الطفل بتأليف للكتب، فبديت بخلنا نقول طالب المرحلة الابتدائية، ثم التدرج المرحلة الإعدادية، تليها المرحلة الثانوية. فتدرجت في المعلومة، بسطتها، استخدمت الألوان، استخدمت الملصقات، استخدمت التدريبات المحببة لدى الأطفال كما هو الحال في كتابي الرياضة في مرحلة رياض الأطفال. ما شاء الله. يعني من خبرتك خلينا نقول قدرتي تعرفين أيضا شنو النقاط اللي ممكن يستوعبونها أكثر الأطفال فقدمتيها في هذا الكتاب. نعم حلو. يعطيك العافية وعساك على القوة يا رب. طبعا احنا تكلمنا عن الجانب الرياضي،
تكلمنا عن الكتب اللي تم تقديمها في هذا الجانب، لكن نطلع شوي من جانب رياضة، هل كتبتي شيء للدراما؟ الآن في صدد لكتابة هذه الجزئية، جزئية الدراما. هي فكرة جديدة حيث أني حديثة عاد في هذا المجال، إلا أن يعني خبرتي في خلنا نقول في الجانب التعليمي أو في كتابة أدب الطفل. إلى الآن يتم التفاوض لتحقيق هذه الفكرة. بشكل عام هي عبارة عن مسلسل كرتوني للأطفال يتضمن من 20 إلى 30 حلقة في المجال الرياضي. جميل جدا، يعني حتى في هذا الجانب لابد يكون طبعاً. الرياضة، الرياضة هي الجزء الأساسي. أكيد لازم. وشلون حالة الأسرة؟ كلهم مشيتهم على الرياضة؟ نعم. الكل. والله حلو لما يكون في شيء مشجع يكون موجود ضمن نطاق العائلة، لكن احنا يمكن ذكرنا هذا الجانب، ذكرنا ان انت ما شاء الله يعني تبارك الرحمن لك اكثر من 20 سنة في هذا المجال، شاركتي بالعديد من خلينا نقول قدمتي العديد من الورش، لكن هل شاركتي مثلا في معارض، هل شاركتي او مثلا رحتي زرتي مكان مخصص مثلا يقدمون فيه شيء له علاقة بالرياضة علشان تثرين اكثر من هذا الجانب سواء في كتاباتك في حياتك العملية؟ بالطبع كانت أولى مشاركاتي العام في العام الماضي في معرض الكتاب عن طريق دار الثقافة للنشر، حيث تم تدشين 6 كتب باللغتين. الهدف من المشاركة كان لإبراز دور الكتابة في الجانب الرياضي لأنها تخصصي، ولأن لا يوجد في الساحة من يكتب في هذا المجال للأطفال. أيضا التعرف على دور النشر، أيضاً تعرف على الكتاب لزيادة اكتساب الخبرة في هذا المجال. في هذا العام تم تدشين كما ذكرنا كتابين عن طريق الملتقى القطري للمؤلفين، حيث أني عضو فعال في هذا الملتقى. يعطيك الصحة والعافية يا رب. طبعاً يمكن دكتورة أنا يمكن توني بلشت قعدت أكتب، فيعني مثل ما يقولون هو داخل في هذا المجال، مجال الكتابة. الواحد وين يقدر يحصل الدعم، وشون الشغف طلع في أو مثل ما نقول تواجد في مثل اللي هو الاستمرارية الكتابة؟ مثل ما تفضلت، يعني أنت قلت شغف، كل واحد وشغفه. يعني أنا لقيت شغفي، لقيت نفسي في الكتابة، لقيت نفسي في الإعداد. خلنا أقول لك، يعني أول كتاب لي كان القيم الأولمبية في تضمين تضمين القيم الأولمبية في حصة التربية الرياضية. هو أول كتاب لي تحت إشراف الأكاديمية الأولمبية، هو أول كتاب يعني خلاني أدخل لإعداد وتأليف الكتب. حلو لما يكون في شغف، هذا الشغف يتطور يصبح إلى خلينا نقول واقع ملموس، وإحنا هذا اليوم اللي شاهدناه من خلال الكتب اللي أصدرتيها، من خلال الإنجازات اللي قاعد تقدمينها، نتمنى لك كل التوفيق. وأكيد إحنا لما نتكلم عن هذا الجانب، الاهتمام بالجانب الرياضي أتوقع مو غريب، دائما إحنا نقول قطر عاصمة الرياضة، والدوحة تحديدا إحنا يمكن شاهدنا خلال هذه الفترات الكثير من الإنجازات الرياضية، أشياء مهمة إن شاء الله صارت وبتصير بإذن الله، فنتمنى لك كل التوفيق دكتورة. يعطيك العافية، سعدنا أمانة بوجودك، وإن شاء الله الاستضافة القادمة تكون في كتب جديدة. هو في كتب، أي نعم، عندي تحت الإصدار الآن قصة أولمبيا تحت هذا الإصدار. شيء حصري؟ هذا خبر حصري بيكون لنا؟ نبي عدنا بشيء حصري. هذه بالنسبة لي تحت الإصدار عندي قصة أولمبيا، انتهيت من كتابتها وترجمتها، الآن في مرحلة الرسم. أيضا في مرحلة الطباعة الآن من السلسلة القانونية، عندي ما أعني بالقانونية قانون اللعبة، فبديت بأول كتاب اللي هو قوانين كرة السلة لطلاب المدرسة أو لطلاب المدارس عفوا، تحت إشراف اتحاد السلة. أكيد. طبعا الكاتبة الدكتورة إيمان محمد، شاكرين تواجدت معنا اليوم في برنامج في الضحى، ونتمنى لك التوفيق والنجاح يا رب العالمين. أشكركم، يعطيك العافية، شاكرين لوجودك مرة أخرى. ومشاهدين أكيد ما زلنا مستمرين معكم، قطر تشهد العديد من الأمور الإيجابية، الأمور الجديدة والمتجددة، والأهم من هذا كله الدعم موجود بشكل دائم ومستمر. يعني عندنا كثير من الأماكن تقدم كثير من الفعاليات، منها عندنا مشارب قلب الدوحة اللي تدعم بشكل كبير الجانب الثقافي والإبداعي. كان عندنا معرض انعكاس قدمه أو رحلة وأخذ في جولة زميلنا محمد الحمادي، فشايكم
للي ما شاف رحت له ولا لا؟ ما رحت له. ما رحت له عيل، خلينا نشوف معاك اكيد ومع الساده المشاهدين هذا التقرير وتحديدا عن انعكاس. حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر في معرض فيلم شيرب في قلب الدوحة بعنوان انعكاس، يتكلم أكثر عن العافية، عافية القلب والجسد والروح والعقل. نقول فكرة جديدة تنطرح بوجود أكثر من فنان، تعرف عنا أكثر في معرض انعكاس. يسعدنا ان احنا نقابل ايضا الاستاذه عفرة النعيمي صاحبه مبادره برين تراست الثقه بالعقول، تكلم اكثر عن هذه المبادره وايضا مشاركتها في معرض انعكاس المستمر على مدار شهر. حياك الله. في البدايه محمد شكرا على وقتك وعلى استضافتك. بخصوص برين تراست والثقه بالعقول نفس ما تفضلت، الهدف من هالمبادره ان احنا نسلط الضوء على الاشخاص، خلينا نقول اصحاب الخبره من جميع التخصصات سواء كان فنيه او غير فنيه، بهدف خلق ونشر معرفه محليه معنيه بالقطاعات والصناعات الموجوده. فنقدمها من خلال ماستر كلاسز وورك شوب اند ريسيرش، وطبعا يكون اوف لاين واون لاين. تكلم عن معرض انعكاس، من جانبكم كمبادره شنو التاثير اللي ممكن يكون في هذا المعرض؟ طبعا انعكاس الهدف منه انه يكون في عكس للواقع او صوره الشخص الذاتيه وكيف يشوف حياته، سواء كانت اليوميه او حصاد الحياه، القرارات الحياتي اللي خذها في حياته. فاحنا في منصه برين تراست نحاول نستضيف اشخاص معنيين بهذا الثيم او هذا الهدف، سواء كانوا من مجال الصحه، التغيير الذاتي، التطوير الذاتي وغيره من هالامور. شنو الامور اللي تقدمونها يعني على مدار الشهر نفسه في هذا المعرض؟ نقدم ورش تدريبية وأيضا ماستر كلاسز، ونقدم أيضا مساحة للناس اللي حابين يشاركون الناس تجربتهم في التغيير والتطوير إلى الأفضل، فنوفر لهم هالمنصة ويكون موجودة نفس ما تفضلت في المعرض، وأيضا نوفرها بعد ذلك أونلاين. من ضمن الشخصيات اللي مثلا راح تمر عليكم وتقدم مثلا نوع من اللقاءات اللي ممكن تثري المكان؟ احنا استضفنا كثير من الشخصيات القطرية الحمد لله، منهم محمد الثاني المتسلق، وايضا اشخاص متخصصين في تطوير الذات مثل نورا الكواري، ميرا الكبيسي، اسماء الكواري وغيرها من الشخصيات اللي همهم في الاخير تحقيق او مساعدة الانسان انه يتغير الى حياة افضل. من ضمن الشخصيات الحاضرة في معرض انعكاس سعادة الشيخ محمد الثاني متسلق جبال ورياضي، شلون شفت معرض انعكاس اليوم؟ معرض جميل جدا، احسن ما توقعت. في اكثر شيء عن يتكلمون عن العافية وعن كيف الواحد ينظم حياته، وطبعا انعكاس بين العافية وبين العكس. اليوم لما نشوف يعني عافية الانسان يعني ايش كثر مهمة بالنسبة له علشان ينجز علشان يكون مستقر في الحياة؟ أتوقع الواحد لازم يكون يوازن كل شيء في حياته، وهذا اللي نشوفه اليوم في المعرض، أن الواحد لازم يوازن في 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 بين عقله وجسمه وطبعاً القلب. مشاركتك في المعرض اليوم شنو قدمت؟ اليوم شاركت في حوار في المعرض، استمتعت جداً بالأسئلة، وكان صراحة أسئلة عجيبة، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. نرحب ايضا باخوي عبد الله المسلم المصمم الابداعي لمعرض انعكاس، حياك الله. الله يحييك. نتكلم اكثر عن اليوم المعرض والابداع اللي قدمته. طبعا احنا من 974 ويلنس كنا نبي نسوي معرض تجربه اجتماعيه فنيه
نقدر نتكلم فيها عن العافية الشاملة. طبعاً العافية الشاملة ما تصير إلا لما يكون في انسجام بين العقل والجسد والقلب والروح. فحاولنا نسويها بطريقة فنية أكثر حق الناس عشان يشوفون كل شيء بروحهم منهم بنفسهم، وإن شاء الله يعجبهم الشغل. شلون ترجمتوا الفكرة إلى جانب إبداعي؟ طبعاً إحنا قعدنا مع بعض وفكرنا في كل جزء من المهم من العافية، وتكلمنا عن شلون نقدر نعرض كل جزء منه بطريقة فنية تقدر تجذب الناس وتخليهم يفكرون أكثر في حياتهم. بالنسبة لأوقات المعرض، لمتى إن شاء الله مستمرين؟ المعرض بيكون لآخر شهر فبراير إن شاء الله، ومن الساعة 9 إلى 9 ليوم الجمعة بيكون من 4 إلى 9. ونقول زميلنا محمد الحمادي كل الشكر لك على هذه الجولة في مشيرب قلب الدوحة. يعني شيء جميل أن نشوف جميع الفنانين متواجدين في مكان واحد يقدمون أعمال جدا جميلة ومنها رسائل أيضا ذات مضمون وجودة. طبعا أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. أماكن كثيرة الواحد اليوم يقدر يروحها، لكن الأهم من هذا كله وين ما تروح خلي كمامتك معاك، معقمك يكون معاك، لأنه دائما الحذر واجب. نقول لكم في أمان الله، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في حلقة جديدة. في حفظ الله.